تماس. كرة كانت عدى بها باش حنفا، كانت كلها خطورة على مرمى الترجي. تدخل ناجح كان منتصر بن عثمان، كرة سريعة لفايدة النادي الافريقي الآن، وخروج من بن يحيى ناجح، وكرة الآن لفايدة الترجي. جوبانتيني، جوبانتيني، تميم، جوبانتيني، 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 توزيعة منه، والهدف الثاني، الهدف الثاني عن طريق تميم، عن طريق فتري. هجوم كان هجوم كانت بدايته، والترجي بغمض رئيس الدولة يصفق للقطة الأخيرة اللي نعاودو نشوفوها بالطريقة البطيئة. بداية الهجوم كان جوبانتيني، تميم، تميم رجع كرة سريعة لجوبانتيني، جوبانتيني خلا كرة، توزيعة منه، وفدو يسجل الهدف الثاني في 14 دقيقة لعب من الشوط الثاني. إذا تصبح النتيجة هدفين مقابل صفر لفايدة الترجي. إعادة مرة أخرى، مصر المكشر يقترح عليكم إعادة ثالثة أو ثانية بالأصح في الأهداف، شفناها ممتازة لكن بالطريقة البطيئة هذه المرة الثانية. وكان هناك هدف لفايدة الترجي لكن تعرض له كمال بكل شجاعة، بكل شجاعة.